along pair of insulated wire surface to conduct 24.5 ampere of DC current to and from an instrument. يعني رايح وراجع من ماكينة أو جهاز. If the wires are of negligible diameters but are 2.8 millimeter apart. هي المسافة دي. ولكن هو نفسه سمك ضعيف. What is the magnetic field 10 centimeter from their midpoint هنا كده in their plane compared to the magnetic field of the earth اللي هي 5 × 10⁵ تسلا. ده الماجنتيك فيلد للأرض. طب احنا عارفين ان البي بتساوي ميو نوت على 2 باي في اي على ار. الاي ده لفوق فيبقى عامل بي 1 لجوه مثلا نسميه اي 1. اي 2 لتحت يبقى عامل لبره. طبعا بي 1 اكبر لان مسافته اقل. المسافة من هنا لهنا اللي هو 10 سنتي ناقص نص المسافة دي اللي هي 1.4 يعني 0.14. ومن هنا لهنا 10 زائد الرقم ده. طب إذن البينت هتساوي 4 × 10⁻⁷ على 2 باي. الاي اللي هي 24.5 في الحالتين على 10.14. الأول نقول ده ناقص ده أحسن. 10 هتبقى كام الناتج؟ 9.86 ناقص 24.5 على 10.14. طبعا الرقم ده أكبر. اللي مسافته أقل اللي هي الحتة اللي فوق اللي هي B1 هتديني قيمة أكبر. لما يكون المقام أصغر القيمة تبقى أكبر. فأنا طرحت الكبير ناقص الصغير عشان يطلع لي رقم موجب لجوه. فهيساوي الحتة دي 2 × 10⁻⁷ لأن 2 باي راحت مع 2 باي في 24.5. 1 × 9.86 بس ما ننساش نضرب في 10⁻². إنها سنتي. ناقص 24.5 × 10.14 × 10⁻². ونقفل القوس هيطلع لنا بالتسلا واحد على 9.86 × 10⁻². هنا نسينا نحط هنا حطينا 4.5 بره يبقى معناه مش داعي ان انا اكررها. حطها مشترك. واحد بوينت 37 × 10⁻⁶ تسلا. ده البي نت وطبعا اتجاهه مع البي واحد لجوه لان مسافته اقل. طيب النسبة المئوية بينه على البي ايرث تطلع الرقم ده تقسيم الحتة دي 5 × 10⁵. جيب في الامتحان مش محتاج تحفظها. اضرب في 100 2.74% 2.74% يبقى ده هينتج حوالي 3% ماجنتيك فيلد من قيمة الماجنتيك فيلد للأرض.